28 دقيقة على اف ام احلى راديو العبية لا تجيكم انت حتى للتسعة متاع الليل. مساء الخيرات للناس اللي تسمع فينا وين ما كنتوا، مساء الانوار للناس اللي تتبع فينا على الباج فيسبوك راديو اف ام ولا على الشين اي اف ام تي في على اليوتيوب. مع اتصال تونس معنا حد يروح متغش، شعار دينا بيه، شعار ان شاء الله باش نواصلوا بيه تيلة الموسم ومواسم قادمة ان شاء الله. يتوال 600 يتوال واحد دياس هو الكود اللي وصلكم ل 600 دينار كاش، وعلاش ليك يا ريو قيمتها 50 مليون من اهداء اتصالات تونس. حلقة 13 اكتوبر 2022 حلقة الانتصار والثأر، فما انتصار متأكد منه، وانا ما نعملش نقول من شيرة اللي انا باش نتوقع انها تنتصر، ولكن فما شوية ثأر زادة كيف كيف، لابسين لي اورانجي واخضر اليوم ما همشوني كان الويت الزوز. فرحان برشا اللي معايا اليوم بوثينة حربي. عزام بوثينة، اهلا وليد، عسلامة، شنو احوالك مدام؟ الحمد لله صحة بخير. تبا انتي لابسة بالاخضر والبزور بالاخضر؟ اه سختي ان شاء الله ديما خضرة في وجوهنا ان شاء الله يا ربي في الاخر تطلع ملوخية. فرحان زادة برشا اللي معايا اليوم اللي هنا جاية قالك متحزمة اليوم، شنو احوالك هنا؟ عسلامة وليد، عسلامة صبا، متحزمة اليوم اهل الربح بيان سور وحاضر المباراة حاضرين. يلا سيدي خلينا ننطلقوا في الروندة الأولى. الروندة الأولى شكون معنا؟ المتبارين المتبارين المتبارين. خلينا نسمعوا الألو الأولاني. قولوا ألو. ألو، عسلامة. أنا اليوم قررت باش نخدم بلاش أسامي هكا باش نكتشف شكون معايا اليوم. أعطيني اسمك. هاي كايزة خافي. شكون معايا اليوم؟ كايزة خافي. فايزة، شنو أحوالك يا فايزة؟ عسلامة، صحة بخير الحمد لله. هيك لاباس؟ والله الحمد لله. شنو الأمور؟ الكوجينة قالوا لي مغرومة بالكوجينة. صحيحة المعلومة؟ صحيحة. معدين اللي عندي تير وتيرة. يا فايزة قد معنا متعرقش تليفون، نمشيو لحي الزهور. محمد الشيو، شنو أحوالك محمد؟ عسلامة محمد، صحة بخير محمد. مرحبا بكم. شنو أحوالك يا محمد؟ الحاجة الساعة الحمد لله لابس يا أخوي، إن شاء الله ديما لابس، توا ساعة وبعد ساعة وقبل الساعة. أخوي نحب تحية من خلالك للتاكسيستية الكل يا محمد، تحية كبيرة لهم. حاضر محمد المباراة إن شاء الله. يلا محمد، فايزة، سؤال سؤال، عشرة ثواني عشرة ثواني، اللي يعطيني ثلاثة إجابات صحيحة في أقل توقيت عنده حرية الاختيار. يا يلعب مع هنا وإلا مع بوثينة. نبدأ بك أنت فايزة، هاي حاضرة؟ حاضرة. إيه، عشرة ثواني فايزة، سؤال يقول سميلي ثلاثة حاجات تعملهم في الويكاند. ثلاثة حاجات نعمل جاتو، نعمل شوبينج، نمشي الحجامة. نمشي الحاجة. ثلاثة إجابات سريعة في عشرة ثواني، برافو يا فايزة. يا محمد، محمد يا معك. يا حمد، عشرة ثواني عشرة ثواني، سؤالي يقول سميلي ثلاثة حاجات تعملهم كيف تستنى شكون ويبطع ليك. نعمل قهوة، نتروحي ونروح ونعود نطلق. نعود نطلق. ثلاثة إجابات صحيحة، برافو محمد. في ثمانية ثواني، برافو يا محمد، كنت أسرع من فايزة بزوز ثواني. يلا محمد اختار هنا ولا بوثينة. ماذا يا محمد؟ بوثينة ولا هنا؟ نعود نتصلوا بمحمد، قص عليه التليفون دوك ما نعرفوش شكون اختار محمد حد. قلنا له هنا وبوثينة، قعد التشويق متواصل وما نجموش نواصلوا اللعبة لما سي محمد يرجع، خاطر الكرة عنده لازم يختار. اي الكرة عنده. هذا فايزة مسكينة تقعد تستنى. يا فايزة انت ماذا بيك شكون يختار؟ اي ماذا بيك هك هو ماذا بيا هاني؟ ماذا بيك هو يختار هنا؟ وانتي تختار بوثينة؟ انا نختار بوثينة. خلنا نشوفه. ترى معنا محمد ولا مازلنا؟ اسال علي، انا قاعد على القهوه برا. ايوه بعته قاعد على القهوه.
يلا عاطف سيد المخرج. معاكم ومعاكم. يا محمد اي بوثينة ولا هنا؟ بوثينة. محمد مع بوثينة للأسف يا فايزة. اختار الاختيار اللي انت كنت باش تعمله. دونك هنا مع فايزة ولكن راه ورد بالك راه. ما تعرفش على الدنيا كيف يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. هكا ولا صحيح؟ كل واحدة عندها أغزة، كل واحدة عندها دومين قوية فيه. اللي في التاريخ واللي في الجغرافيا واللي في الديزاين واللي كل واحدة عندها. انت والسؤالات راهو معناها ما تنجمش تحكم شكون اقوى من شكون. يلا سيدي ربي يعطينا البخت. وسرعة على البزر. وسرعة يلا البزر. البنات فايزة ومحمد تقعدوا تسمعوا فقط. هنا بوثينة سؤال يقول شنو اقرب طريق لقلب الرجل؟ معدته. معدته جواب صحيح. ضرب غزول. قاعده تجاوب بالغزول. يا فايزه وي نسمع. هنا اللي ما حبيش تختارها من الاول خذيت الاولويه. صدقني قريب تنقب البزار مش تكسر. يلا نسمع فيها ديجا. يلا فايزه هنا سؤال النقطه 30 ثانيه تتشاوروا مع بعضكم وتعطيوني الاجابه قبل ما يوفى التوقيت. سؤال يقول شكون اللي قام بدور ألفيس بريسلي في فيلم بريسلي؟ الاقتراحات بيير بولانجي، أوستن باتلر، ولا لوك بريسي؟ مدام فايزة وي الإجابة الثانية أوستن. أنا متأكدة من الإجابة. تحب تتبعني؟ أي تبعك. العب يلا. داير خرج السنة الفيلم. جواب نهائي فايزة باش تبعها. أي جواب نهائي أوستن باتلر. طير خرج السنه اللي قام بدور ألفيس بريسلي في فيلم بريسلي بين بيير بولانجي، أوستن باتلر، وإلا لوك بريسي. اخترته أوستن باتلر والإجابة صحيحة. برافو. يا سيدي برافو. امورك هاني عاد هنا. مهنيتك. تهنيت مهنيتك. هنيتك هاوكا. امرت بالك من بوثينة. برات. البزر وما ادراك ما البزر. سؤال يقول قداش فما من حرف في كلمة دغدغة؟ دغدغة. خمسة. خمسة حروف. تبلانتيت بوثينة. دغدغة. إجابة غلطة. ما تاخذ هي يا أخي. سلكت. خمسة حروف جواب صحيح. برافو هنا. يلا هنا فايزة. 30 ثانية نقطة ثانية تستنى فيك. سؤال يقول أنا هي أقرب دولة عربية لأوروبا؟ الاقتراحات المغرب، تونس، ولا مصر؟ مدام فايزة عندك شي اللي جايبة. أنا هي دولة أقرب دولة عربية لأوروبا تونس المغرب ولا مصر؟ الحقيقة أنا ما عنديش اللي جايبة ما بش نجيوب بزهر. أنا زادة ما عنديش أما تصور نستبعد أنا مصر. دونك بين تونس والمغرب شنو نختاروا؟ نختار المغرب. نمشي والمغرب. الحقيقة بزهر ما عنديش لي جاب. حكينا زيد. جواب نهائي المغرب. المغرب. ما عندكمش لي جاب. باللوجيك بين المغرب وتونس. مصر امبوسيبل. قريتوا جغرافيا متأكدين شكل الكرة الأرضية متاع قبل شريتوها قبل حطيتوها في دياركم. قاعدة نقرب وليد. باش تقرب بنيتي؟ كان سؤال ذيق باش تقرب. اش عندك ما تقرب؟ معناها والتخميم. معنى تفكير وتخمام يا فايز. ندمت على اللي قلته لك قبيله الكل. اقرب دوله عربيه لاوروبا فما بلاصه اسمها مضيق جبل طارق تعمل فحجه تجي في اوروبا. تونس اقرب. علاش تغزرني ولي بالزهر؟ والله بالزهر فايزه. ادعي ان شاء الله ربي معانا. شنو بالزهر بيقطعوا فيها بالزهر؟
نورمال مو معاش تتكلم تو تقعد ساكتة معناها تسكت خاطر معناها انت زدت اكدت لي تو وليد بلي قلت مش من اكدت لك يلزمك متأكدة ويلزمك عن ظهري قلب سي تو المغرب 100% اه 100% الجواب صحيح المغرب تو حياة مباركة داو حياة مباركة الكرة الأرضية ذيك ما رتهاش هكا أفريقيا تقرب لأوروبا كان من شيت المغرب احنا بعد نتسميه خممت في جزر إيطاليا أنت لحكي آه يقرب لتونس برا سامحوا هاي يلا سيدي نقطة ثانية هاي كيف هي سيد المخرج في العقل نقطة ثانية الهناء فايزة مازلنا محمد بوثينة سؤال الأولوية السؤال يقول حوت ياكل حوت قليل الجهد يموت بوثينة وقليل الجهد يموت وقليل الجهد يموت صحيح صحيح المقولة صحيحة برشا ربي بعدنا عليهم آه يا سيدي محمد أخويا نقلت في أسرع جولة بشتوفة كيفه نقلت في أسرع جولة تيبو لطف عليك يا أخويا هاو لبس سلكت سلكت يا حم ها سلا نعمل ريمونتادا شوية تفائل تفائل محمد تفائل راني متفائل سلا نعمل ريمونتادا يلا حم 30 ثانية سؤال باش تذلل الفارق السؤال يقول شنو تعني تسمية طوكيو الاقتراحات العاصمة الشرقية المدينة المشرقة ولا كوكب اليابان شنو تعني تسمية طوكيو العاصمة الشرقية المدينة المشرقة ولا كوكب اليابان محمد هيا راك والله ما نكذبش حاليك انا ما عندي حتى فكرة طوكيو كيف طوكيو شو الاحتمال الاولاني عاصمة شرقية دورك يلا محمد جاوبني قولوا العاصمة الشرقية ذكا ما عندنا حتى فكرة دو. انت في العادة عندك زهر ولا كيكو برا ان شاء الله مزهر يا رب ساعات مش ديما اش معناها ساعات مش ديما تقول ديما الزهر يضرب ويختف تقول يضرب ويختف مش يضرب ويفصع لا يضرب ويختف ساعات يضرب ويختف ساعات اللطف يا ربي اللطف يا ربي اللطف خويا ما تاكل كان اللي كاتب لك ربي حطها في مخك كذا يضرب ما يضربش يبمبي ما يبمبيش كله كلام صحيح حما ولي جابه شنو ولي جابه صحيح ايجي اخو بلاصتي يا محمد احم ايجي خنروح انا والله تعبت انا والله تعب اليوم بتبيعت العاصمه الشرقيه شوف صحيح برافو بالله حمد الحمد لله شوف صحيح انت عندك الزهر حماريته امور واضحه بدي نلعب معك ما عندي زهر اسمع حتى بوثينة لابسه في الاخضر اليوم العرقوب اخضر العرقوب اخضر اي انا ديما خضرة يلا سيدي حاضرين البزر السؤال يقول شنو اسم الفاست فود بالعربي أكلة سريعة أكلة سريعة وأنت سريعة يا مدام سريعة جدا وليت خليت لك الوقت خليت لي الوقت وليت وليت تتمزى زادة شيء كبير والله ما فيهاش برشة فلسيفة يا ايوه ولا تقري زاد سبع ليه مع فايزة 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 وي نسمع فيكي ولي اي يلا فايزة عنا 30 ثانية يفصلوك على 600 دينار كاش حاضرة اي حاضر السؤال يقول مجدة عاصم هي من اشهر الاقتراحات الإعلاميات المصريات الممثلات المصريات ولا العالمات المصريات فايزة وي مجدة عاصم انا نعرفها من عندها ايميسيون تاع صغار يعني نمشيو الاعلامية تبعني نتفكر كانت عندها ايميسيون تاع صغار اوكي يلا نمشي معاك العب يلا تتفكر كانت عندها ايميسيون تاع صغار فايزة وي تتفكر هي راو هي قاعدة تتفكر نتفكر ماهيش متأكدة 100% جواب نهائي باش تبعها ولا باش تبدل رأيك؟ أي باش نتبعها خاطر أنا ما عنديش الريسبونس على
الله باش تبعها وجواب نهائي الاعلاميات المصريات. انت ما عطيتيش 100% وما خليتها تبعك. نتفكر حاجه هكا وليد في التيم هذا ما نعرفش تيم تيم شنو تقال هي عملت ايميسيون تاع صغار. فايزه وي مش كل مره تسلم الجره يا فايزه يا ساتر تعرفوا المثل هذا؟ نعرفوا ربي اما هو بعيد عليك المثل هذا اعلاميات المصريه جاوب صحيح. مبروك عليك يا فايزة 600 دينار كاش من هدايا اتصالات تونس. مبروك عليك فايزة. ربي يخليك يا وليد. عايشك ربي يخليك. يا فايزة على شكون تحب تسلم؟ حاب نسلم على عائلتي كل الموجودين في الروحية. تحية للروحية ولاية القصرين. سليان 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 قريبة القصرين قريبة القصرين. قريب. نسلم عليكم انتم برشا على هنا على بوفينا على نفسك عايشك ربي صبلك واحنا سلام مبروك وعن فريق الكل واحنا نسلم عليك برشا فايزة. مبروك عليك ال 600 دينار كاش من هدايا اتصالات تونس. محمد خويا الله غالب قانون اللعبة فما مرتبة أولى فما مرتبة ثانية معناش مشاركة احنا برك. مبروك عليك بوند اشا قيمته 100 دينار من هدايا اتصالات تونس. مبروك محمد. مبروك عليك يا محمد ونخلي لك مود لافا. على شكون تحب تسلم محمد؟ اي نسلم على العيله الكل مرتي بنتي مرولا. اي ربي يفضلها لك. وعليكم انتم عاشق هذاك ما عندك. نسلم عليكم انتم والناس الكل. يعيشك يا محمد نسلم عليك برشا ونسلموا برشا على تاكسيستي اصدقائنا تاكسيستي الكل اصدقائي اللي نحبهم برشا. تحية كبيرة ليهم. انت زادة اللي تسمع فينا كان تحب تفوز ب 600 دينار اثنية واحدة وطريق واحدة واتوال 600 اتوال واحدة دياز كان تحب تفرح كما فرحت فايزة. ترتاح صغيرة مع الموسيقى رجل ثمانية واحد واربعين دقيقة على FM أحلى راديو. هذه مساء الأخرى من العبي على روندا أولى كانت ممتازة. نمشي للروندا الثانية باش نعرفوا شكون المتبارين اللي معانا. ولاية قفصة 40 سنة مدام سعاد بوعليك. شحالك مدام سعاد؟ شنو أحوالك يا مدام سعاد؟ الحمد لله كيف معطيتكم بارك الله فيك. ربي يفضلك ربي يفضلك وربي يخليك. شنو احوال البنيات ساعة؟ والله الحمد لله يا رب الحمد لله. يا الحمد لله. هاي في فورما حاضر المباراة ان شاء الله بقدرة رب. لا محالة ظهرة في فورما ان شاء الله ديما في فورما. يلا اقعد معنا مدام سعاد طالق تليفون. نمشيو لسيدي بوزيد 45 سنة استاذة مدام احلام دقاشي. شنو احوالك مدام احلام؟ عليها مدام احلام. لاباس مدام احلام؟ لاباس الحمد لله. احوالكم؟ والله الحمد لله في خير ونعمه. احوالك انت لاباس؟ والله الحمد لله زين معاكم. التلامذه مشيحين لك ريقك ولا ليه؟ مشيحت لهم بين ريق. انت مشيحت لهم ريقهم؟ مالا توا انا باش نشيح لك ريقك. مالا حلو عسل. يا لله حذر لي روحك. التشيب وسانتور قال عمك البيلوت. يلا مدام احلام مدام سعاد 10 ثواني 10 ثواني اللي يعطيني ثلاثة اجابات صحيحه في اقل توقيت عنده حريه الاختيار يلعب مع بوثينة ولا يلعب مع هنا. نبدا بك انت مدام سعاد حاضره؟ اي ان شاء الله. يا مدام سعاد السؤال يقول سمي لي ثلاثه ارقام من مضاعفات خمسه. مضاعفات خمسة عشرة. هاي عشرة خمستاش. عشرين. عشرين ثلاثة إجابات صحيحة في ثلاثة في عشرة ثواني. ثلاثة إجابات صحيحة برافو مدام سعاد. هاي يا مدام أحلام هاي معك. حاضرة ان شاء الله. ما لمشي حتى لمريقهم قلت لي. سادي بو. يلا 10 ثواني مدام احلام. السؤال يقول سمي ثلاثة كلمات شجع بهم غيرك. برافو عليك الصحة كونتيني. ما نصوركش تشيح لمريقهم بالكلمات هذا معناها.
ثلاثة إجابات صحيحة في أربعة ثواني، برافو مدام أحلام. لكل كلمة اختار بين بوثينة وبين هنا. يلا نمشيو لهنا. مرحبا مدام أحلام مع هنا، مدام سعاد مع بوثينة. مرحبا مدام سعاد. مرحبا مدام أحلام. يلا ننطلقوا في سؤال البزر. مدام سعاد ومدام أحلام تقعدوا تسمعوا فقط، هنا بوثينة يديكم على البزر. سؤال يقول، شنو اللعبة التقليدية اللي يلعبوها الرجال الكبار في تونس بالحجر وتشبه الشطرنج؟ الخربقة. جواب صحيح. قالتها بالرنة، الخربقة. جواب صحيح، برافو يا بوثينة. دونك انت معك مدام سعاد. هكا مدام سعاد. ايا لسعاد. لسعاد. نعم. ايا حاضرة لسعاد. اي. كيما في الخطاب على الباب. يلا سعاد. لا سعاد. جواب المذكر هذاك مش ليا. كيفاه؟ كيفاه؟ قلت الخارف قول واحد هذاك مش ليا انا الزواج. لا لا هذاك مشى على روحه توا اللي بيه الفايدة. اوه حي. توا عندك 30 ثانية تتشاور أنت وبوثينة، تعطيني الإجابة قبل ما يوفى التوقيت. سؤال هذا على نقطة. يا بوث بس. السؤال يقول. تشجيعات. شكون المطرب العربي اللي دخل مجموعة جينيس وقت عمل حفلة دامت 10 سوايع بدون انقطاع؟ اقتراحات: ملحم بركات، صباح فخري، ولا عمرو دياب؟ ملحم بركات. حطينا في بالي ملحم بركات. ملحم بركات. هكا متأكدة؟ متأكدة سعاد؟ انا عرفت، خليت على رد ملحم بركات. انا شكيت في ملحم بركات جسمه. يا رب. به حسيتكم الزوز ما عندكمش اجابه. احليني انا. الزوز حسيتكم ما عندكمش الاجابه. جاوب نهائي سيد المخرج، اختاروا ملحم بركات. انا نحب نفهم حاجه برك. يا رب الملحم. علاش ما تشاورتوش 30 ثانية كليتوهم في ثانية؟ انرجي طالعة تبارك الله ولا محالة، ولكن علاش ما تشاورتوش؟ خاطر من الفنانين اللي عنده السوفل صحيت نورمالمون تفسير هكا يكون. نبداو بالمرحلة. سكيسور عمرو دياب ما عندوش درجين سوفل، مش 10 سوايع مش باش يغني 10 سوايع. مرحبا بركاتك الغنية نتاع دونك نورمالمون ايليميني. حبيت مرحبا بركاتك غنيتك اللي تقول عليها بوثينة تو وو هذاك. اي هذاك. تقعد برشا. هكا الو هو هذاك صباح. علي انا. يا سعاد. صباح فخري. صباح فخري نجم يقعد يبدا يغني اليوم يكمل غدوة. ايه عنده حفلات. هالي احنا مش نعوى. ظهر لي نورمال ما. للأسف الإجابة غالطة. مرحبا بركاته. صباح فخري. صباح فخري. تضحك. ملا سعاد محليها والله متبارية. متبارية ممتازة. يلا ميسيرش، مازالت مباراة متواصلة. مازالت المباراة متواصلة. سؤال الأولوية البزر بين هناء وبوثينة، مدام سعاد ولا أحلام تقعدوا تسمعوا فقط. سؤال يقول، سوسيولوجيا هو علم الاجتماع ولا النفس؟ اجتماع. جواب صحيح. استنيه حتى يكمل. لا كملنا. فليش بار فليش. آية الأحلام. سيدي تفضل. حاضرة. إن شاء الله. هاي أحلام 30 ثانية تتشاور أنت وهنا، تعطيني الإجابة قبل ما يوفى التوقيت. السؤال يقول، إن شاء الله يا هنا. أنا هو النهار اللي كيف نصيموه نكفروا على عامين ورا بعضهم من الذنوب. الاقتراحات: الاثنين والخميس، يوم عاشوراء، ولا يوم عرفة؟ مدام أحلام ظاهرة يوم عرفة. عرفة. ما تقولي؟
محليه السؤال كيجي يوم عارفة بربي صوموه هكا ومش فايدة مش فايدة سؤال محليه كيجي يوم عارفة صوموه انت لي صوموا يا ليه قاعدين نصوموا بيان سور صوموا فيها احنا لا عبد كل صوم فيه تونس الكل مشكلة احنا نحكي عليكم انتم لا احنا بالذات نصوموا صوموها والله يوم عارفة جاي كان ربي حيانا بخير لما نتفقد وحب لكم ربي تطلعوا ما صمتوش والله العظيم انا افضحكم في اللونتي هاي كي وليتوا توا تسمع مدام احلام يا احلام ريت انا شكون اللي مشيح لي ريقي ها هما اللي مشيحين لي ريقي احلام العسلك انا خليك يا احلام تقتل مدام احلام تهب يوم عرفة جواب صحيح نقطة الأحلام مازلنا صفر من النقاط إلا سعاد يا أبو ثاني باش نرجع ركز معايا سعاد تشوف البزر وما أدراك ما البزر سؤال يقول كيف نجيو ماشيين لريانا ناخذ المترو 5 ولا 2 ليه عادي 2 ليه جبار بار فما حكاية ليه فما بار ليه السيد المخرج تطلب الفار فما فار سير قتلك لا اعطيني لا سيريوزمون اعطيني السيد المخرج ها وي ام نطلبوا من وي ام الفار اعطيني الفار ماذا يقول الفار موجود ما استقبل ولا الظلم مش فيه سيد المخرج ليه ما عندناش ظلم احنا لا ما ثبتوا بعد نجم تمشي تثبت في السيكونس ها Okay. وبربي سيد المخرج ماذا بينا سيكونس كيما قبل نخرجها على اي اف ام تي في به دونك هنا اعطيني الاجابه قلنا 2 مترو 2 ولكن جاوبت قبل ما يوفى السؤال دونك بوثينه باش تاخذ الكلمه يلا مدام سعاد نعم 30 ثانيه باش تعادل النتيجه يلا سعاد حضر لي روحك ركز تو مدام سعاد اهلا عشاء طيب العشاء طيب ولا سؤال طيب حاضر السؤال يقول وين موجودة قلعة المنشور الاقتراحات المغرب الأردن ولا الجزائر قلعة المنشور المغرب الأردن ولا الجزائر عندك فكرة؟ خمسة أربعة ثلاثة اثنين يلا جواب نهائي إلا سعاد أي سعاد نعم جواب نهائي يا سعاد متأكدة أنت ولا بزهر؟ صحيح تو اتصل فيها متأكدة بوثينة وفي حصي لما في الصدور ده ها؟ ان شاء الله ما يجوز خلنا نسألها متأكدة أنت ولا أنت متأكدة؟ أي هاي قالتك متأكدة مالاش بيك مش واثقة من روحك هكا الجزائر على ربي إن شاء الله يا رب قلعة المنشور بين المغرب الأردن والجزائر سعاد اختارت الجزائر وجوابها صحيح نقطة التعادل بين سعاد وأحلام سعاد يا ربي سعاد وأحلام إيش نقول لكم حاجة أنا ماذا بي والله نربحكم الزوز صدقني توما زوز متباريات تبردوا على القلب تعرفها تبردوا على القلب والله ماذا بي أنا الزوز نربحكم ولكن احنا هكا ولا هكا مع اتصال تونس هي مع اتصال تونس معنا حد يروح متغش اما ان شاء الله يا رب نشوف واحده منكم اسمها في القرعه نتاع الكهرباء ان شاء الله يا رب مش على حاجه نحب نشوف الضحكه ذي الاساس نتاعها كيف حتزوز عنده فرد ضحكه رب سبحان الله يلا سؤال البزر سؤال الاولويه مره اخرى السؤال يقول ارطل تفاح ب 1200 قديش سوم الزوز كيلو 4800 جواب صحيح
يا هنا تقضي هنا دارك تتشفع مني تتشفع مني بني. هاي الأحلام مانيش مصدقة مانيش مصدقة عيني. سرعة سرعة في الانتاج في الانجاز انتاج وانجاز زوز مع بعضهم. يلا هنا مدام أحلام هاي قلت لي صعيبة مالا في القسمة مش صعيبة كيفاش مش هيحط لهم ريقهم لا لا خلينا ليه شي حريقة وما ليه بالحديث قلبتها توا بالحديث مش هكا دوب ما واحد يتكلم تقول له أدباشك والبيب هذوكم الجمل ليه كما زين أدباشك والبيب هزقنا نشوف شعشنا بهم احنا عندي جملة كان يقول لي أستاذ العربية إن شاء الله ربي يرحمه نحبه برشا تقعد برشا مخبرة كل ما نشوش هكا ولا حاجة يعملي زريات قول له نعم مسيو خذ البابا وراءك البابا وراءك اي صحيح يقول أستاذ ما نقلع ولا قول زريات خذ البابا وراءك أحسن من مجلس تأديبي يقول أوكي نخذ وراءي خير بسماحة إن شاء الله ربي يرحمه وينعمه الله يرحمه يلا أي الأحلام حاضرة حاضرة 30 ثانية السؤال يقول عام 1997 شكون اللاعب التونسي اللي بلع لسانه وتوفى سور تيران ربي يرحمه الله يرحمه الاقتراحات لسعد الورداني ربي يرحمه حسين بالخوجة ربي يرحمه ولا الهادي برخيصة ربي يرحمه لا يرحمه مدام حليم انا نعرف الاجابه سي الهادي برخيصه بلهاي ربي يرحمه ناخذ الاجابه جواب نهائي بلها لا يرحمه هادي برخيصه نادي برخيصه المرحوم بلها اخي بثلاث اقتراحات قريتهم انا ظهر لي ربي يرحمهم الكل خاطر اول واحد الحاسه دي اول حاجه عام 97 اللاعب اللي بلع لسانه وتوفى سور تيرا هو الهادي برخيصة بلها ربي يرحمه جواب صحيح الحمد لله برافو هاني برافو هاي عنا نقطتين نقطة سؤال البزار مرة أخرى سؤال يقول شنو كانت تسمى التلفزة قبل صندوق عجب صندوق عجب جواب صحيح ما خلطتش عليها انا نتفكر اللي كلينا كبيرة نتفكر مامي لا انا مازلت صغيرة ما خلطتش عليها صندوق عجب كملت صغيرة وكبيرة الاحلام يا الاحلام 30 ثانية ذوما راهم مهمين جدا ان شاء الله لازمهم تركيز تام 30 ثانية يفلوك على 600 دينار كاش سؤال يقول شنو اللغة الرسمية في إيرلندا؟ الاقتراحات اللغة الإيرلندية اللغة الإنجليزية ولا لو غالوا اللغة الويليزية الويليزية مدام أحليم عندك شي فكرة؟ أنا نقول يمكن الإيرلندية الحقيقة أنا ما عنديش الإجابة ناخذ إيرلندية؟ نعتقد الإيرلندية خاطر ما تسموش باللونجلي يلا جاوبني اي احلام نقول ايرلندا ساي ايرلندية جاوبني اي ايرلندية نجم تكون حصيلة سيد المخرج جاوبني اي نعم لا نحكي مع سيد المخرج راني جايك لحظة برك استبعدت الانجليزية ما يحكيوش انجليزية جملة جماعة ما يحكيوش انجليزية غادي جملة لا يحكيوا انجلي يحكيوا انجلي واللغه الويليزيه ها يمكن لو غالوا حاسك هكا مرتاحه نفسانيا الحمد لله اللغه الرسميه في ايرلندا يا احلام كما قلت انت ماشي الانجليزيه هي الايرلنديه جواب صحيح مبروك عليك 600 دينار كاش من هدايه اتصالات تونس مبروك عليك يا احلام
مبروك أحلام، مبروك أحلام، مبروك عايشك، مبروك عليك أحلام. هاكا ما شيحت لك شريك كبار، شريط كيفاه؟ أيوا دوكا كتلام ده ماذا بيك ما نوصيكش عليهم. يا تصيني تحبوني ربي يفضلها وان شاء الله ربي يعاونكم انتوما. نخلي لك مود لفا احلام على شكون تحب تسلم. هاي نحب نسلم على تلاميذتي اللي خليت سيلس وزعيقال يحبوني برشا برشا، انا استهلتهم احلام بقيتي. اي الفايده كيك اعطيهم على الاقل بلس ان، اعمل حاجه اعطيهم حتى بليزير. اصرف اصرف 600,000 اعطيهم بلس ان، ما يصير لك حتى شيء راك تعطيهم بلس ان الكل. والله يسير الى تلاميذ ليسي. شنو هو ليسي؟ شنو اللي سي سكوندير اللي في سيدي بوزيد اللي يسمع فيا تلام ده غاديك الكل. اذا كان ما عطتكمش بلس ان تعاودوا تكلموني على اذاعه تي اف ام، ها وانا خويا نوصل لكم صوتكم. دونك عندكم بلس ان في الدوار دو كونترول الجاي من عند الاستاذه. مبروك 600 دينار. الف مبروك استاذه. مبروك عليك اهلا، ميرسي بوكو. نسلم عليك برشا مدام سعاد. مرحبا. انت زاده مبروك عليك بوندا شاقيمته 100 دينار من هدايا اتصالات تونس. مبروك. وان شاء الله نشوف اسمك في القرعه نتاع السياره. مبروك عليك مدام سعاد. نخلي لك مود لافا على شكون تحب تسلم. هاي على كل الناس كل تعرف الكل. مبروك. ربي فضلك ونسلم عليك برشا. مبروك عليك البوندا شاقيمته 100 دينار فايز معنا في ديجيتال البارح. ناصر الزمزيري من بنزرت مبروك عليك 600 دينار من هدية اتصالات تونس. بوثانا مرسي بوكو، مرسي بوكو. هنا بعد شوية تقاوم عليك العبيدي في احوال الطقس، قاطيكم برشا شتاء نورمالمون هكا. ان شاء الله ربي يرحمنا الناس الكل. مرسي بوكو عاطف الاخراج، مرسي ياسمين، ان شاء الله لاباس. زهرة تحية كبيرة لوئام وسفيان فريق اف ام تي في والديجيتال. بعد شوية بيجيكم الاخبار، عندكم سيف اخبار مع واحدة نحبها 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 ولكن ان شاء الله اخبارها باهي هكا. لا ايمان ايجا خو بلاستيكي صاوب مرة نخرج وقتين.